السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء وطلاب رادو. ومن عندي أستاذ، شنو الأشياء المهمة بالفصل الثامن؟ الدرس الأول هو هذا اللي داخل بالوزاري. طيب نيجي عند الدرس الأول، نيجي هنا عندنا 3 أسئلة. هاي ال3 أسئلة لما تريد تجينا لازم أكو فضع تجينا عليها، لازم تجينا بالسؤال الثاني، السؤال الأول فرع بي، هذني ما مشمولات بالسؤال الثاني فرع بي، السؤال الأول فرع بي، يعني حتى لو ريد يجيبها ما راح تجينا أصلا. من ناحية ثانية عندنا هاي القطعة، هاي القطعة غير داخلة بالوزاري، يعني تجينا بالسؤال الأول فرع بي أيضا ما راح يجيبون عندها لأن هي هاي أصلا داخلة. لكن هنا منعا للحيلة، السكاكة اللي يدورون معدلاته الطبية لازم يقروها. ليش؟ مو قلت ما جاية؟ نعم، بالسؤال الأول فرع بي ما راح يجيبوها أسئلة قطع، لكن من الممكن أن يجيبوها على شكل إسقاط، من الممكن مجرد افتراضية. السجاجة اللي يدورون معدلات natural resource are materials، هي مواد موجودة في الطبيعة. كمثال على ذلك نجي هنا، او يعني استاذ يعني احتمال تجي وهاي كبيره وش يحفظها مثل ما قلنا لكم السجاجه، وانا لو عندكم ما اقراها لان احتمال ضعيف يجي من عندها. طيب بعد نجي هنا، هذه الدرس الثاني ما لنا علاقه بها، نروح للنشاط. النشاط الدرس الاول، الدرس الاول من الاشياء المهمه جدا ان ذن التوصيلات efficient working quickly and hard. ليش ما تشتغلين؟ working quickly working well and quickly. essential أساسي necessary. lagging cutting free wisely sensible manner. هاي تجينا بالسؤال الثالث فرع التوصيلات. بالنسبة لهاي الأسئلة أيضا هاي مكانها بالسؤال الأول فرع بي، لكن هاي أصلا ما داخلة بالوزارة فلا تهتمون. هنا عندنا أيضا لسن أي، إيش عندنا بها؟ عندنا ذني البريفكس والأفكس. شنو هاي البريفكس والأفكس؟ طلاب ديروا بالكم، تذكرون بالفصل الأول أكو إضافة أولية لايك ديسلايك مورال امورال. هنا عندنا الأكسجريشن دي أكسجريشن، population دي population، evaluation دي evaluation. هذا اللي يجينا بالسؤال الثالث فرع سي فرع الإضافات، ولحد الآن ما جايبين من عندنا ولا واحدة. فرع دي ما عندنا بيها شيء، وهنا عندنا lesson 3. هاي الأشياء المهمة اللي لازم تركزون عليها. شكرا جزيلا.